الجمعة في السجادة الحمراء. كنت بتخاف من الجمهور وانت بتلعب سواء في الأهلي أو برا؟ جمهور الأهلي لا يقبل خسارة أو تعادل. لقاء خاص مع النجم أحمد صلاح حسني. أسباب حبي في الكورة مارادونا ومحمود الخطيب. إيه اللي اتغير في شخصيتك لما عملت الشفت ده؟ لحد دلوقتي في اللوكيشن بيقولوا لي يا كابتن. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار. عمرك زرت دكتور نفساني؟ طبعاً. الضربة ما بتجيش غير من القريب. الفراق هو اللي بيوجعني بس. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. تدي التحكيم المصري كام من 10؟ 5. قررت إنك توقف الاحتراف وترجع؟ كابتن طارق سليم كلمني في تليفونه وقال لي ارجع. السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.